شهدت عدة مدن إيرانية تجمعات لتأبين ضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا في مظاهرات نوفمبر الماضي وسط أجواء أمنية مشددة وحملة اعتقالات تشنها الأجهزة الأمنية التي تخشى أن تتحول هذه التجمعات إلى احتجاجات جديدة. وأفادت تقارير من إيران بأن قوات الأمن والحرس الثوري مدعومة بوحدات مكافحة الشغب تفرض حالة طوارئ غير معلنة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دافيد عباسي رئيس معهد الدراسات بباريس. سيد دافيد أهلا بك. إذن شاهدنا هذه الصور التي تصلنا من إيران، إذن لماذا يخشى النظام الإيراني من هذه الاحتجاجات والتي لم تصل إلى حد الاحتجاجات بالمعنى الحقيقي؟ مساء الخير. عندكم صور أكثر، أنا أرسلت لكم فيديوهات من إيران. اليوم في تقريبا 90 و100 من مدن الإيراني كان مظاهرات، والانتفاضة الشعبية ستستمر. أقول لكم بأن النظام الإيراني بعد 40 سنة ليس لديه أي قيمة للشعب الإيراني. كما تعرفون منذ بداية الثورة الأسود إيرانية سنتين بعد الثورة، الشعب الإيراني قام بمظاهرات وانتفاضات، وبعدين كل عشر سنين كان المظاهرات فخمة جدا، عنيفة جدا وقوي جدا. وهذه المرة أنا أقول لكم بدأوا، وأقول لكم بأن ستتابع، لأن الشعب الإيراني بأكثرية يعني 95% ضد هذا النظام. أقول لكم شيئا، أنا بعثت لكم صوت من أحد أصدقاء أقرباء أصحاب المرشد سيد علي خامنئي. هو الذي يقول هو درب حزب الله لبنان. هو يقول بأن اليوم في إيران سيد علي خامنئي ليس لديه ك15 شخصا. هذا عظيم جدا. سيد عباسي أريد يعني أن أتوجه، نعم سيد عباسي، يعني هل تتوقع أن تزداد هذه الاحتجاجات، تتصاعد وتيرتها؟ طبعا. اليوم المظاهرة اليوم كانت نشيطة وذكية جدا من قبل الشعب الإيراني، لأنهم في اعتقالات كثيرة جدا في كل المدن. ولكن الشعب ما أراد أن يضرب قوات الأمن. الشعب الإيراني بالهدوء عمل مظاهرات اليوم، وهذه المظاهرات ستتابع دون الشك. وقد ينجح هذا الشعب في هذا النضال وفي هذا الزمن. طبعا أقول لكم شيئا، بأن العالم في العالم الشعب الإيراني هو وحده، مع الأسف كما ساعدوا الثورة الخميني ضد الشاه، اليوم ما في هذا المساعدة للشعب الإيراني. ماذا ترد على النظام الإيراني عندما يقول بأن هذه الحركة الاحتجاجية يعني ربما وراءها أمريكا، واشنطن ودول غربية، يعني تحرك ربما عناصر في الداخل من أجل إثارة هذه الاحتجاجات؟ اسمعوا أخوي، إن رجال الدين في إيران منذ 40 سنة يدفعون بالمساري، يدربون الناس من كل العالم للإرهاب ولتصدير الثورة. كيف إذا جاء شخصا وقال كلمة ليؤيد المظاهرات الإيرانية؟ هو هذه قضية إنسانية. إذا شخصا في إسرائيل، في أمريكا، قال شيئا لتأييد المظاهرات الشعب الإيراني، هذا حقوق الإنسان. ولكن النظام الإيراني منذ 40 سنة يدفع كل العالم، يدفع حزب الله لبنان والجهاد الإسلامي ضد إسرائيل، بيدفع يمن ضد السعودي، بيدفع كل الناس، يعني الإرهاب الدولي إيران يدفعه وهذا مسكر. لكن إذا إجا شخصا واحدا وقال نحن
حقوق الإنسان. نعم وصلت الفكرة السيد دافيد عباس رئيس معهد الدراسات بباريس، شكرا جزيلا لك.